شهد قطاع البيئة طفرة غير مسبوقة خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أولت الدولة اهتماما كبيرا ولم تتوانى عن تسخير كافة الإمكانيات المتاحة له، وذلك إيمانا منها بأهمية القطاع البيئي وارتباطه بمختلف مناحي الحياة وتأثيره المباشر على عجلة التنمية. طفرة غير مسبوقة شهدها قطاع البيئة خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كان سباقا في وضع البيئة ومواجهة تحدياتها على أجندة أولويات الدولة على مدار 10 سنوات. ففي ظل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية، تم تغيير النظرة للقطاع البيئي من قطاع خدمي إلى محفز للاستثمار يلعب دورا في التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة، مع استمرار جهود الدولة لتحقيق المزيد من النجاحات في الملف البيئي والتحول للأخضر. وخلال الفترة الماضية وفي إطار تعزيز دور مصر في ملف البيئة والمناخ على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، تولت مصر رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة الإفريقية في القضايا البيئية. كما تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات إفريقيا المعنية بتغيير المناخ لتقوم بتمثيل القارة الإفريقية في الاجتماعات الدولية. كما استضافت مصر ولأول مرة مؤتمرين دوليين للدول الأطراف لأكبر اتفاقيتين بيئيتين على مستوى العالم، واتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي كوب 14 واتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية كوب 27، وذلك في الفترة من 2018 وحتى 2023. خاضت مصر مشوارنا طويلا لإصدار معايير الاستدامة البيئية لدمج معايير الاستدامة في خطط وميزانية الدولة لتصبح 100% من مشروعات الدولة بحلول عام 2030 مشروعات خضراء كما هو مقرر لها، ولتمتلك كل البنوك المصرية وحدات التمويل الأخضر. كما اتخذت مصر خطوة هامة بدمج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية لرفع الوعي البيئي لدى طلاب المدارس والجامعات. وفي مجال المخلفات، تم وضع حجر أساس المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان للتعامل مع جميع أنواع المخلفات كأحد أهم الإنجازات التي ترأت في القطاع البيئي، ولتتوالى الإنجازات باتخاذ العديد من الإجراءات لدعم العلاقات بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات. ملف هام أولته الدولة اهتماما كبيرا ولم تتوانى عن تسخير كافة الإمكانيات المتاحة له، ذلك إيمانا منها بأهمية القطاع البيئي وارتباطه بمختلف مناحي الحياة وتأثيره المباشر على عجلة التنمية.